فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر يعني في الطاعة والعبادة، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني من مات الأخير منهما أذن له أن يدخل الجنة قبل صاحبه. قال: ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، يعني أنت ما أدركتك الوفاة ولا حان الأجل، فليس هذا موعد مناداتك للجنة. قال طلحة رضي الله عنه: فأصبحت أحدث الناس به فعجبوا لذلك. ما وجه العجب؟ أن الشهيد المجتهد في الطاعة تأخر دخوله الجنة عن صاحبه الذي عاش بعده ومات بعده بسنة، هو أشد اجتهادا وغزى في سبيل الله ومات شهيدا، ومعلوم ما للشهيد في سبيل الله من الكرامة والدرجات، أعد الله للشهداء في سبيل الله 700 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال: فتعجب الناس لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أدركت أن سنة تمد في عمرك تعبد الله فيها كم تبلغ بك في درجات الجنة عبد الله؟ أدركت أنك وقد بلغت اليوم 30 40 سنة 50 60 سنة 70 أكثر أو أقل، أنك كلما مد الله في عمرك وأدركت رمضان آخر، إنها نعمة عظيمة ساق الله لك بها أبوابا من العبادات والحسنات والدرجات تسبق بها من مات ولو كان خيرا منك عند الله وأشد اجتهادا في الطاعة، تلك نعمة والله تستوجب شكرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.